الفلسفة والدين، كيف ترى العلاقة بين الفلسفة والدين دلوقتي؟ وهل رؤيتك لهذه العلاقة اتغيرت على مدى العمر ده؟ احنا نعاني بقى في تدريس الفلسفة. انا اقول لك دليل. عبد الناصر عين كمال الدين حسين وزير تعليم بعد الثورة، يعني عمل ايه اول قرار؟ كمال الدين حسين اكبر اخواني الغاء الفلسفة في المرحلة الثانوية. وانا كنت مشرف على صفحة الادب في جريدة الوطني، فعملت حملة ضده واستكتبت رئيس التحرير كان عزيز مرزا اللي هو كان رئيس تحرير الاهرام، واستكتبت يوسف مراد وزكريا محمود وعثمان امين. فعمل ايه عبد الناصر؟ لغى قرار كمال الدين حسين اللي هو لغى قرار اللي هو لغى الفلسفة. فعبد الناصر رجع الفلسفة. كويس. عمل ايه كمال الدين حسين؟ لغى القسم اللي انا بدرس فيه. فاصبحنا انا وزملائي مش موجودين، عاطلين على غير موجودين. ونفس عبد الناصر كان يعاني من الاخوان وهو في السلطه. كانت قضيته امتى بقى؟ لما قال لاحمد بهاء الدين كان رئيس تحرير مجله المصحف، قال له دلوقتي التعليم انتهى عندنا، بدا يفوق لخطوره الاخوان. فقال له هات استدعي فلان اللي هو انا واعمل له افتتاحيه كده في المجله، وبعدين خليه هو يكتب مقال. مجله ايه؟ المصور. وبعد كده افتح الحوار. وبعد كده عبد الناصر عملني مستشار سري في رئاسه الجمهوريه في شؤون التعليم. عمل حضرتك؟ خد بالك، انا خد بالك سري، يعني انا كنت اروح ليا مكتب في القصر الجمهوري. ليه سري؟ برافو عليك، ما يقدرش يواجهني، النظام بأكمله إخواني. عبد الناصر لم يحكم مصر بعد 64. من كان يحكم إذن يعني؟ عبد الحكيم عامر وشمس بدران. لهذه الدرجة؟ طب أمال إيه الصورة الذهنية التي يعني صدرت للناس وللعالم على انه عبد الناصر كان الحاكم بامره، وعبد الناصر كان دكتاتورا، وعبد الناصر كانت بيده مقاليد السلطه كامله، يعني برافو عليك، برافو. النتيجه بتاعت هذه الخدعه كانت ايه؟ نكسه 67، وراحوا ملبسينها في عبد الناصر. وعبد الناصر تحمل المسؤوليه. طيب نرجع لمسألة التعليم، وحضرتك يعني بتقول لي انه عبد الناصر حافظ على عهده مع الاخوان المسلمين. أيوة. على ان يكون التعليم، على ان يكون للاخوان في التعليم ما يريدون. أيوة. لغاية ما مات عبد الناصر. ايوه، لما جه السادات عمل معانا جلسة، كنا حوالي 1000 استاذ، دعانا في قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة. أول عبارة قالها أنا بتابع بيكم عشان أقول لكم مسألة أنا بفكر فيها والله، وعايز أقولها لكم. يعني أنا بفكر، يعني إيه المانع إن إحنا نفرج عن الإخوان المسلمين؟ كان علي صبري موجود على يمينه. أوكي، علي صبري مش متذكر السنة يعني، لكن المهم أنا فكرت علي صبري يبقى قبل ما يعرف بثورة التصحيح، قبل 15 مايو 71. ما كان علي صبري. علي صبري طبعا. بالضبط. اوكي، وأنا يعني أنا قلت سر كده، طب هو عايز مننا إيه؟ ده إحنا أساتذة جامعة. فوجدت إنه هو جمعنا علشان يقول لنا أي واحد عايز بقى يبقى في السلطة يلبس بالإخوان المسلمين. لم يستفد السادات من أخطاء عبد الناصر في تعامله مع التيارات الدينية؟ السادات كان داخل في مشروع دولي وهو تهيئة العالم لحكم الإخوان. 1974 أنا كنت أدرس السنة الثالثة فلسفة في كلية التربية، ف
ففوجئت ان الطلبه قالوا لي انا بقول لهم انتوا مش معايا، انتوا مش معايا. قالوا لي ايوه مش معاك. قلت لهم طب ليه؟ قالوا لي لان احنا كل الافكار والاجابات اللي عندنا كلها من الدين، احنا مش محتاجين لافكارك. قلت لهم طيب اخرج. قالوا لا ما تخرجش، خليك معاك بس احنا مش معاك. وكمل. وبعدين انا كنت في مجلس كليه عضو، قلت لهم انا هقول لكم مساله عشان اذا جالكم شكاوى يبقى معروفه اسبابها. انا الان بالنسبه للطلبه بتوعي حصل كذا كذا، اذا جات لكم شكاوى ان انا بخرج قبل الموعد هذا هو السبب. عارف ايه بقى الاستجابه؟ اعضاء مجلس الكليه قالوا لي براحتك اخرج منين ما تعايز، زي ما بيقولوا بالمثل، يعني في صله بين الاثنين، زي ما بيقول المثل بركه يا جامع. ايوه طبعا بالضبط كده. مساله تدين الدوله في عهد السادات والمقوله الخالده للرئيس الراحل انور السادات ان انا رئيس مسلم لدوله مسلمه، تمام، كيف كان اثارها؟ كانت اثارها اثرها انك انت احييت الاصوليه الاسلاميه وجيت عند نقطه معينه قالوا لك احنا كده ادينا الوظيفه اعمل الخلافه الاسلاميه. قال لهم لا. قالوا له اذا نخلص عليك.